لنقاش الملف اليمني ينضم إلينا الكاتب والمحلل السياسي اليمني ياسين تميمي عبر سكايب من العاصمة أو من المدينة التركية إسطنبول. أهلا بكم سيد ياسين. أهلا وسهلا. بعد تمكن قوات الجيش اليمني من السيطرة على مداخل الحديدة، هل تتوقعون أن يقتحم الجيش المدينة خلال الأيام المقبلة؟ من الواضح أن المعركة جادة هذه المرة، والتقدم الذي أحرزه الجيش تقدم مهم للغاية، فهو قام بتطويق المدينة تقريبا من معظم الجهات عدا الطرف الشمالي للمدينة، بل أنه خلال الساعات الماضية توغل باتجاه وسط المدينة، وهو الآن يخوض معارك في المناطق الحيوية من المدينة، وهناك انهيارات في أوساط الميليشيا التي لا زالت تقاتل في سبيل التمسك بمدينة الحديدة. المعركة جادة نوعية، المسألة قد لا تطول لأيام بل لربما لفترة أقل من أيام. التحول كما قلت نوعي في مدينة الحديدة هذه المرة، والكثافة القتالية والقوة النارية هائلة، والخسارة بادية في صفوف الحوثيين في هذه الأثناء. في ظل تحذير الحكومة اليمنية لميليشيا الحوثي من استهداف ميناء الحديدة وخطوط الملاحة والتجارة العالمية في باب المندب، إلى أي مدى ترجح لجوء ميليشيا الحوثي لاستهداف الميناء كرد فعل على تقدم الجيش في الحديدة؟ معظم التوقعات تقول أن الحوثيين ربما يلجؤون إلى أسلوب الأرض المحروقة، لكن من الواضح سير المعارك خلال الفترة الماضية تدل على أنهم مربكين إلى حد كبير، وأنهم قد يتركون المدينة ربما بخسائر أقل في البنية التحتية ومن ضمن ذلك الميناء. لكن إذا توفر لديهم الوقت فهم قد بدأوا حتى بقصف المصانع التي يملكها القطاع الخاص في المدينة، وقد يلجؤون إلى إلحاق الضرر بميناء الحديدة، وهذا ديدنهم كما رأينا ذلك في جبهات أخرى سابقة. لكن إذا تواصلت المعارك بهذه الوتيرة فإن حجم الإرباك الذي يعانون منه إلى الآن يدل على أنهم قد لا يتمكنون من إلحاق ضرر كامل وكبير جدا بالبنية التحتية للمدينة. نعم، بالنسبة للوضع الإنساني في الحديدة كيف يبدو، لا سيما بعد إخلاء ميليشيا الحوثي لمستشفى 22 من مايو، إخلائه من المرضى وتحويله لثكنة عسكرية؟ هذا واحد من المؤشرات على أن الحوثيين بطبيعة الحال لا يضعون سقفا أخلاقيا في معاركهم، لا يهتمون ولا يكترثون لأوضاع المدنيين، وقد سبق وأن اتخذوا المدنيين متارس كما رأينا في مدينة المخاء جنوب محافظة الحديدة، وهم مستعدون للقيام بأي شيء يمكن أن يعيق تقدم القوات الحكومية باتجاه تحقيق أهدافها. لكن كما قلت لكم العمليات العسكرية يبدو أنها مربكة بالنسبة للحوثيين، الكثافة النارية، التدخل الجوي، الزحف العسكري بالأسلحة النوعية، تقليص الفارق ربما الفارق الهائل الذي ينشأ اليوم بين الإمكانات العسكرية للحوثيين والإمكانات العسكرية للقوات الحكومية هي التي تربك الحوثيين وتقلل من فرصهم في الدفاع عن المدينة أو في البقاء فيها فترة طويلة. بالعودة إلى بعض التغييرات السياسية التي طرأت وإعلان الرئيس اليمني عن تعيين وزير دفاع جديد ورئيس لهيئة الأركان وكذلك المسؤولين في محافظة عدن، كيف تقرأ هذه التغييرات الجديدة؟ هذه التغييرات بطبيعة الحال هي تأتي في سياق مختلف تماما، ولكن أيضا لا يمكن فهمها إلا أنها في سياق الترتيبات المقبلة لما بعد معركة الحديدة والمعارك التالية. المسألة لا تخلو من أبعاد سياسية ليس هنا مقامها، لكن من الواضح أن الأنباء التي تحدثت عن قيام وزير الدفاع وتمكن وزير الدفاع المعتقل وزير الدفاع السابق بطبيعة الحال اللي هو محمود الصبيحي تمكنه بالاتصال بأفراد أسرته، وهذا تم خارج سياق الترتيبات لا من جانب التحالف ولا من جانب الحكومة، يبدو أنه أثار انزعاج الحكومة وانزعاج التحالف في الوقت نفسه، لهذا تسارعت الخطى باتجاه تعيين وزير دفاع جديد، والأمر أيضا ذاته ينطبق على منصب محافظ عدن الذي كان حوله الكثير من الجدل، لم يكن هناك اتفاق واضح بشأن هذا المنصب بين الرئيس والقوى المهيمنة في عدن وهي الإمارات، ربما اليوم توفرت الشروط لإنجاز هذه التعيينات.
لكن أنا لا أعتقد بطبيعة الحال أن ما يحدث له علاقة بالسياق العسكري الذي نراه اليوم خصوصا في الساحل الغربي. في ضوء هذه التعقيدات السياسية والعسكرية والإنسانية أيضا المرتبطة بمعركة الحديدة، ما هو السيناريو المتوقع الذي ينتظر أن تؤول إليه التطورات في المرحلة المقبلة؟ شهدنا خلال المعارك المفصلية التي يعني دارت خلال فترة 3 سنوات والنصف الماضية أنه عقب كل معركة كبرى ليست هناك إنجازات تليق بهذه المعركة أو بتداعياتها. ما على سبيل المثال معركة تحرير عدن، معركة تحرير المخا، معركة تحرير الساحل الغربي، معركة تحرير محافظات عديدة في جنوب البلاد، معارك تحرير جزء مهم من محافظة تعز، لم يلحقها أو لم تلحقها إنجازات ترسخها أو تحدد أبعادها الإيجابية التي يمكن أن يلمسها المواطنون. لهذا هناك في خيبة أمل حتى هذه اللحظة، الناس مستبشرين بطبيعة الحال بخروج الحوثيين من مدينة الحديدة، لكن لا يرون في الأفق يعني ترتيبات من شأنها أن تعوض الحالة أو الخسائر المادية الكبيرة التي سيد لحقت ياسين، للمواطن. هل هذا تفاؤل يقودنا إلى أن سيكون هناك تحريك لجولة المحادثات التي ينتظر أن تكون في جنيف من جديد بعد الجولة الماضية التي فشلت الأطراف جميعها في الجلوس؟ في السابق مارس التحالف والحكومة ضغط من هذا النوع، ضغط عسكري في أكثر من جبهة على الحوثيين، لكن الحوثيين لديهم أسلوب في التعاطي مع المشكلة اليمنية، فهم سيظلون يحتفظون بموقفهم من التسوية السياسية التي يمكن أن تفقدهم المكاسب التي أحرزوها خلال الفترة الماضية ما لم تكن هناك قوة عسكرية تجبرهم على ذلك. معركة الحديدة وحدها لا يكفي إذا لم تتواصل المعارك خصوصا في بقية الجبهات، وبالذات الجبهات التي تقرب القوات الحكومية من العاصمة صنعاء، فإن الحوثيين سيظلون على تشددهم من مسألة التسوية السياسية، وسيظلون يربكون المواقف الدولية والإقليمية المساندة للمشاورات السياسية. لذا قد لا نرى يعني أفق لعملية سياسية قادمة حتى بعد استعادة الحديدة من الحوثيين ما لم تتواصل المعارك التي يمكن أن تجبر الحوثيين للذهاب إلى تسوية قد ربما توصل البلاد إلى سلام حقيقي خلال الفترة المقبلة. الكاتب والمحلل السياسي اليمني ياسين التميمي، كنت معنا عبر سكايب من مدينة إسطنبول التركية.